أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا الفائز فاطمة أم يوسف ويحيى الجرح الأولى في الدولات المغربية. سمعت كلمة منفصلين، أنا أحب وطني، أحب المالك، أحب وطني بجدة وبقوة ربيت أولادي على الوطني. والجرحى الثانية على يوسف ويحيى في السجن ظلما وعدوانا. أطلب للحكومة تعطيني أولادي، أنا عطشانة عليهم، أنا عطشانة عليهم. أحس بالظلم في دولتي، أحس أنا مظلومة في دولتي، أحس مظلومة. أرجوكم أعطوني أولادي، أرجوكم أعطيني يوسف ويحيى، هو عيني وكبدتي ونور حياتي. أنا عايشة في هذه الأيامات بالظلم وظلمات من غير ولادي، ما أحس شهر رمضان، ما أحس بشيء آخر. يا حكومة المغرب فرجني على أولادي، الله يفرج عليكم يا حكومة المغرب، فرجني على يوسف ويحيى. يا محمد السادس يا ملكنا، إحنا قضينا عمرنا في وطننا، نحب وطننا ونحبك، أطلبك تفرجني على أولادي، لا أطلب شيئا أكثر، أطلب يوسف ويحيى يا محمد السادس. أنا أموت، أنا مريض عليهم، أنا لا أنام ولا أكل. يا محمد السادس أنا مريضة بالمرض السكر، حن عليا، أطلب الفرج لأولادي، الله يفرج على دولة المغربية كاملة. يا رب يا رب نور الدولة المغربية، فرجني على أولادي يوسف ويحيى، أنا عطشانة ومريضة عليهم. الله يرضي عليك يا محمد السادس، فرجني على يحيى ويوسف. اطلق سراح يحيى ويوسف من أجلي، فإيزي فاطمة مريضة بالمرض السكر، عطشانة أولادها. الله يرضي عليك وينصرك وينجيك.